أنتم الآن في نشرة الموجز. أفادت صحيفة جون أفريكا الفرنسية بأن الملك محمد السادس سيشارك شخصيا في قمة جامعة الدول العربية المقرر عقدها في الأول والثاني من شهر نوفمبر القادم في عاصمة الجزائر. وذكرت جون أفريكا نقلا عن مصادرها الخاصة أنه بناء على تعليمات من الجهات العليا تم إجراء اتصالات مع العديد من دول الخليج كالمملكة العربية السعودية، قطر، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، البحرين وغيرها، وذلك لإبلاغ بأن الملك محمد السادس سيشارك شخصيا في القمة 31 لجامعة الدول العربية المنعقدة بدولة الجزائر. قرر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان توجيه طلب إلى رئيس النيابة العامة من أجل فتح تحقيق فيما يروج حول ادعاءات جنسية مورست على مواطنات مغربيات من طرف ممثل المكتب الإسرائيلي بالعاصمة الرباط. وأشار المكتب في بلاغ إلى أنه سيسلم هذا الطلب يوم الأربعاء 14 من شتنبر الجاري مع تقديم وقفة رمزية أمام مقر النيابة العامة بحي الرياض بالرباط. أجلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمس الاثنين جلسة محاكمة المدونة والناشطة الحقوقية سعيدة العالمي إلى يوم غد الأربعاء 14 من شتنبر الجاري، وذلك لمنح هيئة الدفاع مهلة لاستكمال مرافعاتها. وتزامنا مع جلسة المحاكمة قالت اللجنة المحلية للتضامن مع معتقلي الرأي بالمغرب إن سعيدة العالمي تحاكم استئنافيا في ظروف مزرية بعد إضراب عن الطعام دام لمدة 28 يوما، وذلك فقط لأنها طالبت بمحاكمة حضورية. وطالبت لجنة التضامن في بيان لها بالحرية الفورية للمدونة العالمي ولكافة المعتقلين السياسيين والصحفيين ومناضلي الحركات الاجتماعية وغيرهم، ووقف حملة الاعتقالات والمتابعات في صفوف الصحفيين والمعارضين والحقوقيين، ووضع حد لجميع أشكال التضييق على الحريات العامة وعلى رأسها حريات التعبير والاحتجاج والتنظيم التي طبعت الدخول السياسي الحالي الذي تميز بأزمة اقتصادية واجتماعية لم تقدم الحكومة عليها أي جواب. لقي طالب آخر زوال اليوم الثلاثاء مصرعه متأثرا بجروح بليغة إثر واقعة اندلاع النيران في الجناح المخصص للذكور بالحي الجامعي بوجدة، وذلك بعد ساعات من وفاة طالب آخر كان يخضع إلى جانبه للعلاج في مستشفى بالدار البيضاء. وكانت جامعة محمد الأول بوجدة قد أعلنت مساء أمس الاثنين عن وفاة الطالب حسام بودهان متأثرا بحروق بليغة بعد نقله على وجه السرعة للدار البيضاء بسبب خطورة وضعه الصحي. لمزيد من الأخبار زوروا صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.